مساء الخير عن جديد. بنات كتير بتشتكي خلال فترة الدايت من تساقط الشعر وبهتان البشرة وبتخاف على جمالها، لهيك خصصنا فقرتنا الطبية اليوم لنخبركن كيف فيكن تعملوا دايت وانتوا بالبيت وتخسوا وتوصلوا للرشاقة وبنفس الوقت تكونوا محافظين على جمالكن. كل هاي المعلومات وأكثر رح نعرفها من دكتور دايت دكتور رامي عطية، أخصائي التغذية العلاجية من جامعة ستانفورد أمريكا، دبلومة التغذية والسمنة من الأكاديمية الدولية الأمريكية، ودبلومة التغذية والسمنة المعملية من وزارة الصحة المصرية، وصاحب فكرة دكتور دايت أونلاين. دكتور رامي مساء الخير، أهلا وسهلا، شرفنا ومنورنا. واليوم عنا أخبار حلوة كتير لكل مشاهدينا يلي حابين يخسروا وزن وبنفس الوقت يحافظوا على جمالهم ويكونوا قاعدين بالبيت. خلينا بداية نخبر المشاهدين عن منظومة دكتور دايت. خليني أقول يمكن إحنا في منظومة دكتور دايت مقلين شوية في ظهور الفترة الأخيرة، وده يمكن الحمد لله يا رب منظومة دكتور دايت بقالنا أكتر من 4 سنين موجودين في الماركت ما شاء الله، يعني متاحين في مصر للجمهور المصري اللي بيعاني من السمنة مع الضغط اللي موجود والحالات، والحمد لله النجاحات اللي والمتابعات اللي احنا بنوعد بيها، لان هي منظومة دكتور دايت قايمة على ازاي هخس وانا موجود في البيت. طبعا احنا عارفين السوشيال ميديا بقت اهم حاجة وهي الحاجة اللي بتتحكم فينا ومحوطونا بشكل كبير جدا، فهي الفكرة ان انا اقدر اتواصل النهاردة انا كأخصائي تغذية علاجية مش محتاج ان انا اكشف على المريض بتاعي، يعني مش هحط سماعه، مش هقيس ضغط، مش محتاج اشوف اعراض معينه. انت بحاجه معلومات اكثر من المريض لحتى تقدر تعطيه بالزبط الخطه العلاجيه المناسبه. محتاجين نتكلم مع بعض، محتاجين نعرف اللايف ستايل ماشي ازاي، انا بصحى امتى، بنام امتى، باكل ازاي، ايه الاسباب اللي خلتني ازيد في الوزن، امتى بدات الزياده، كان ايه اللي حصل، هل بعد حمل، هل كان في اسباب مرضيه، هل في اسباب وراثيه. كل المعلومات اللي احنا بنقدر ناخدها نقدر ناخدها طبعا عن طريق التليفون في مكالمه، وبالتالي بيبدا هنا بقى، وده اللي ميز الحمد لله منظومه دكتور دايت، بنبدا نفصل او ببدا هنا افصل لهم برنامج بتاعهم، برنامج غذائي حسب اللايف ستايل اللي احنا شغالين عليه والحياه بتاعتنا كانت ماشيه ازاي، وفي نفس الوقت برنامج علاجي من مستخلصات كلها طبيعيه وامنه ومراعين فيها كمان ان السمنه في وراها امراض تانيه كتير طبعا، فعشان كده النظام العلاجي كمان امن مع كل حاجه، سواء لا قدر الله في مشاكل في القلب، في مشاكل في الضغط، او عندنا امراض مزمنه بيعاني منها المريض، او عندنا مشاكل معينه، فكلها بتكون مأخوذة بعين الاعتبار. انا يعني عامل في حسابي حتى لو المريض مش عارف ان هو عنده مشكله، عنده السكر في مشكله، عنده الضغط في مشكله، الدهون فيها دهون على الكبد، ايا مكان المشاكل المصاحبه للسمنه انا حاططها كده كده في الاعتبار بتاعي. طب دكتور خلينا نخبر المشاهدين اللي عم بيحضرونا واللي حابين يعيشوا هي التجربه ويكونوا احد الاشخاص اللي قدروا يخسروا وزن عن طريق دكتور دايت، كيف ممكن يتواصلوا مع حضرتك؟ شو هي المعلومات اللي بتطلبها من المريض؟ وامتى ببلش بحس المريض بنتائج الدايت؟ طيب اول حاجه احنا متواجدين طبعا عن طريق ارقام التليفونات اللي موجوده معنا، موجودين على الفيسبوك، على الصفح بتاعتنا، موجودين على الانستجرام، وعم نشوفها مع المشاهدين على الهواء كمان. بالظبط كده، فبيقدروا ان هم يتواصلوا معنا باي طريقه من الطرق المتاحه عن طريق السوشيال ميديا كلها، سواء ان هو بيتواصل معنا بشكل مباشر باتصال او بيسيب رقم تليفونه واحنا بنرجع نتواصل معاه. بناخد الاول المعلومات الاساسيه، الوزن، الطول، السن، عشان نبدا نعرف احنا في اي مرحله، انا في سمنه عاديه ولا في سمنه متوسطه ولا عندي سمنه مفرطه. ونشوف اذا عندنا كمان سمنه بمناطق معينه من الجسم حابب انه المريض يتخلص منها. فدي اول معلومات بنبدا ناخدها، المعلومات الاساسيه. بعد كده بنبدا نشوف الهيستوري المرضي، في اي امراض انا بعاني منها، بتابع مع دكتور تاني، في حاجه معينه محتاجين ان احنا نكون مراعينها واحنا بنشتغل. بعد كده نشوف طبيعه الاكل بقى، انا باكل كم مره، باكل قليل ولا باكل كتير، فعشان نبدا هنا نكون فكره انا سبب الزياده ايه. بعد ما ناخد المعلومات دي كلها بنبدا نفصل برنامج على اللايف ستايل مع طبيعه الشغل كمان. في ناس عندها شيفتات بالليل، في يعني في ناس شغاله مصانع، ممرضات، ممرضين، عندهم مواعيدهم مش ثابته، فمحتاج ان انا اعمل له برنامج يتناسب مع المواعيد دي. في ناس ربات المنازل مثلا، في واحده مخلفه لسه جديد بيبي، معاها بيبي مثلا، احنا بنقدر ندي من بعد 3 شهور من الرضاعه، فمواعيد نومها مش منتظمه، بتصحى في اوقات مختلفه وبتنام في اوقات مختلفه، كل ده بنحطه قدامنا ونبدا نفصل البرنامج اللي هنشتغل عليه للحاله. طب دكتور يمكن من اهم الامور يلي بتكون مهمه للمريض وخاصه الشخص يلي عنده وزن زائد وحابب ان هو يخسر الوزن تبعه هو المتابعه، وهذا شيء كثير مميز بالمركز عندكم وبمنظومه دكتور دايت، انه انتم بتتابعوا المريض وبتعرفوا كل التفاصيل يلي عم بيعملها خلال اليوم لحتى تتاكدوا اذا عم يتبع النظام بشكل صحيح او حابين انكم تعدلوا.
في حال الشخص كان عنده مشكلة بهي النقطة، في أشخاص كتير إذا الدكتور ما عم يراقبهم فوشهم ممكن يغشوا، يلخبطوا، يزودوا وجبة، يفوتوا وجبة، كيف بتتم المتابعة عندكم؟ طيب إحنا طبعاً أنا معايا الحمد لله فريق طبي كلهم أخصائيين تغذية علاجية وعددهم كبير، فبالتالي كل واحد بيبقى يكون معاه مجموعة من الحالات عن طريق الواتساب، يعني هو خلاص مجرد ما اشترك معنا في المنظومة سواء حابب يتابع مع حد من الفريق الطبي أو معانا بشكل شخصي، ويمكن أنا معايا كمية كبيرة برضه متابعة معايا، يبقى عن طريق الواتساب. بس انا هيعترض على حاجه صغيره، المتابعه دايما دورك انت، دي مصلحتك انت، المفروض بتخاف عليها، لان برضه بس دكتور نحتاج كمان احنا للتشجيع وقت الدايت، يعني الاراده بتنزل شوي، فمحتاجين دكتور يرجع يشجعنا ويحفزنا. في حالات كتير بيكون جزء مهم جدا متابعتها، وانا من الناس اللي عندي قناعات تامه ان 50% من نجاح حاله نفسيه. طبعا في ناس بتبعت لي مش لخبطت، ما مش نسيت، بتخس كويس وكل حاجه، بس نفسيا مش عايز يكمل، او متضايق، او عايز اخد اجازه من الدايت، او حتى عايز حد يشجعني ان انا اكمل. اليوم فري، هذا اكثر سؤال بيطلبوه يمكن. لا هو ده لازم يكون موجود، اليوم الفري هو جزء اساسي في النظام اللي احنا بنمشي عليه، لازم يكون فيه فري عشان ابدا اعمل تغيير في السيستم اللي هو شغال عليه من اسبوع لاسبوع. انت كنت سالتيني هيبدا يشوف نتائج من امتى، فالنتائج المفروض ان هي اسبوعيه، احنا كل اسبوع لازم نشوف نتيجه ونقيم النتيجه دي ونبني خطة الأسبوع الجديد بناء عليها. وهذا أكبر دافع للشخص اللي هو حابب يخسر وزنه، كل ما بيشوف أنه عم بيحصل على نتائج، عم يبين عنده فرق الوزن على الميزان، بيكون دافع لحتى أنه هو يستمر يحصل على نتائج أكبر وأحلى. طب دكتور خبرنا أكثر عن الأنظمة الموجودة بدكتور دايت، وفي بعض الأنظمة بترافق بعض الأدوية، خبرنا أكثر عن الأدوية والأنظمة الموجودة. طيب خلينا نقول، يمكن أنا وضحتها في الأول كمان، إحنا ما عندناش نظام ثابت، يعني ما فيش حاجة أنا عندي برنامج 1 2 3 4 وهنبدي، لا انا احنا بنفصل، يعني احنا بنشوف كل حاله ايه المناسب بالنسبه لها ونبدا. اولا الانظمه الغذائيه كلها غنيه بالعناصر الغذائيه، دايت بس مش الدايت بتاع زمان اللي هو مرتبط بقى، انا دايما بسمع كلمه دايت اقول دايت يعني مش هاكل وممنوع 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 وممنوع، احنا بطلنا القصه دي خالص، ما بقاش فيه ممنوع، بس في حاجه اسمها ازاي ننظم الحاجات دي مع بعض، الكميات والوقت وتنظيم الوجبات والسناكس بين الوجبات. احنا بناكل في دكتور دايت 4 أو 5 وجبات في اليوم أوكي. وثمان مرات سناكس في اليوم. الله منيح، بحس الواحد انه طول الوقت عم بياكل. انا الشكوى عندي ان احنا مش قادرين نكمل كمان، يعني الناس تقول كميه الاكل كبيره اللي احنا بنخش عليها، عايزين نخف شويه، او ممكن لو سبت ايه اللي هيحصل. وجبتين دكتور، دي حاجه. الحاجه النظام العلاجي بقى هو كله مستخلصات من اعشاب طبيعيه، بيشتغل على دوره الدهون بالكامل، يظبط مستوى السكر في الدم، يقلل الكوليسترول، يشتغل على دهون الكبد، يمنع تكوين دهون جديده، يعمل حركه في الدوره الدمويه عشان يبدا يدخل الدهون جوه الخليه عشان تبدا تتحرق. آمن تماماً، ما بيشتغلش على أي حاجة ليها علاقة بهرمونات أو بمخ أو أي حاجة كيميكال. يعني أي مشكلة ممكن تكون موجودة عند المريض ما عم تساعده أنه هو يخس، مثل ما كنا عم نحكي نسبة الحرق عنده قليلة، ولا عنده مشكلة تانية معينة، ولا شهية عنده عالية، في عندنا أدوية بتساعده أنه يحل هاي المشاكل، وهي أدوية طبيعية وآمنة مرافقة لنظام غذائي صحي. بالضبط كده. وإزاي أسيطر على الشهية؟ خدي بالك فرق كبير قوي بين سد الشهية، ودي طريقة أنا ما بتبعهاش خالص. نسد الشهيه يعني انا هشتغل على المخ، يبقى انا هشتغل حاجه كيميكال وهيكون ليه اثار جانبيه. لكن نقدر نسيطر على الشهيه باشكال طبيعيه جدا. اشكال طبيعيه زي ان انا بظبط معدل السكر في الدم، انا ببدا اجوع اما سكر الدم يقل. وما يزيد سكر الدم هيتحول دهون، فانا لا عايزه زياده ولا عايزه تحت، انا عايزه مظبوط. فبنقدر بحاجه زي الكريميوم، دي حاجه طبيعيه تظبط معدل السكر في الدم. اقدر كمان ارفع الطاقه بتاع الجسم، يعني ايه الطاقه اللي هي تديني المجهود والحركه طبعاً. عن طريق اكستراكت من الجرين كوفي والجرين تي، يدوني طاقه كويسه فما اجوعش بسرعه. الناس بقى اللي عندهم شهيه مفرطه بنبدا نديهم الياف بتاخد حيز في المعده، فبيحسوا انه كميه الاكل كمية حتى لو اكلوها بتنفش بالمعده، فبيبطل عندهم شعور الجوع. كلها اشكال طبيعيه مع انظمه غذائيه مخصصه، يعني الناس اللي عندها شراهه دي بيبقى عندهم فراخ في الفطار ولحمه في الغداء، يعني بيبقى محطوط لهم نظام غذائي الاكل دايما قدام عينه. وهي النقطه اللي دائما دكتور بننبه عليها المشاهدين، اي شخص حابب يعمل دايت لحتى فعلا يستفاد من الدايت، ما يتعب نفسيا ولا جسديا ولا صحيا، ينقصه العناصر الغذائيه اللي بيحتاجها الجسم، مفروض يتوجه لعند دكتور مختص يقدر يعطيه نظام مناسب له ليحصل على النتائج اللي بده اياها. دكتور، من المشاكل يلي تحديدا السيدات والصبايا بيعانوا منها خاصه بفتره الدايت هي سقوط الشعر، بهتان البشره، المشاكل اللي بتخلينا نحس انه نحن اكبر بالسن او تعبانين، لانه في يمكن عناصر غذائيه ما عم نحصل عليها من خلال انظمه نحن كنا عاملينها من بالنا. كيف بدكتور دايت قدرتوا تحلوا هاي المشكله؟ بصي انت حليتيها وانت بتقولي انا بعمل نظام مع نفسي، فهل النظام ده مناسب ليا؟ هل انا مراعي نسبه العناصر الغذائيه الصح اللي انا محتاجها؟
احنا انا يعني انا في الدراسات بتاعتي حاجه اسمها كيمياء حيويه. كيمياء حيويه دي كميه الجسم، كميه البروتينز والفات والمينرال والامينو اسيد اللي المفروض تخش جوه الجسم، الزياده بيحصل ايه والنقص بيحصل ايه. فكل ده احنا بنحطه في النظام الغذائي بحيث في عناصر وفيتامين سواء موجوده في النظام الغذائي او في النظام العلاجي كمان. يعني مع الاعشاب الطبيعيه دي مدعمه بفيتامين كمان، بحيث ان لازم احافظ على الشعر واحافظ على البشره والدوره الدمويه. انا لازم اي مشكله لو حصلت من المشاكل ديت وانا ماشي على نظام غذائي يبقى انا ماشي غلط. طب دكتور، ايضا من الاشياء يلي بتشغل بالنا نحن السيدات تحديدا ومؤخرا الرجال واللي عندهم كرش تحديدا، ممكن يكون كل جسمه متناسق بس عنده مثلا دهون متراكمه بمنطقه معينه، هذا اكيد عنده لكم يعني اكيد موجود عندكم حل لهي المشكله بدكتور دايت، خبرني كيف بيكون الحل. خليني اقول لك الدهون الموضعيه كانت ممكن اقدر اقول لك من سنتين كده كانت مشكله شويه ان احنا نتكلم فيها كاونلاين او كنظام غذائي لوحده، لكن التطور اللي بيحصل في العلم بسرعه خلى بعض المواد الفعاله في الدواء ماده اسمها سي ال اي مستخلصه من القهوه الخضراء كونجوجيتد لانوليك اسيد، دي بتشتغل على البطن بس. ماده زي الفوسفاتيل كولين بتذوب جدار الخلايا الدهنيه، فبقينا بعض المواد الفعاله اللي كانت موجوده في حاجات اسمها ميزو ثيرابي قبل كده بقت متوفره على شكل اقراص، ولكن ده لا يمنع ان لازم يكون في نظام غذائي. فمع تظبيط النظام الغذائي ببعض المواد الفعاله اللي هي بتشتغل على الدهون الموضعيه بقينا نقدر نتحرك في الحالات اللي فيها دهون موضعيه بشكل كويس قوي. دكتور، ايضا من الامور اللي اي شخص بده يعمل دايت وبيحطها بباله انه هو لازم ينزل على الجيم ويلعب رياضه معينه ليحصل على نتائج اسرع ولحتى يحصل على نظام صحي لحياته، هل كمان الاشخاص اللي هن ممكن يكونوا مشاركين بدكتور دايت وحاصلين على انظمه غذائيه ملزومين انهم يلعبوا رياضه ولا لا في عندنا حالات معينه ما هم مضطرين؟ خلينا نحط قاعده في النقطه دي، اي حد فوق ال 100 كيلو المفروض ما يلعبش رياضه غير لما ينزل تحت ال 100 كيلو. اوكي، فانا 100 120 كيلو لازم اكسر ال 100 كيلو وانزل تحت لو انا حابب ان انا اعمل رياضه لحتى ما اعمل مشاكل بالمفاصل يمكن، صح؟ انا عايز اقول لك ان الكيلو الزياده في البطن، يعني انت لسه بتقولي لي الكرش، الناس اللي عندها كيلو واحد زياده في بطنه عامل تقل او حمل زياده على رجله وعلى ظهره 5 كيلو، الكيلو الواحد شوف بيبقى فيه 4 5 6 كيلو نضرب في 5 يعني في 20 30 كيلو زياده على رجلك وعلى ظهرك، فاكيد مش هقول لك اعمل رياضه مع حاجه زي كده. الجيم كويس ولكن لما ابدا اقرب من الوزن المناسب بتاعي عشان اشد الجسم. كمان في علاقه ما بين المجهود اللي بعمله وانا بحرق ايه. اول نص ساعه ساعه الا ربع انا بحرق دهون، بعد كده انا بحرق كربوهيدرات، فبالتالي انا كمان عشان اعمل رياضه مع النظام الغذائي مش محتاج اكتر من نص ساعه ساعه الا ربع بحد اقصى يعني. وممكن تكون ماشي لحتى ما يكون شيء مرهق للمريض ويتعب من الرياضه، واختياري كمان، هي مش حاجه انا محتاجها في انا يعني رتبنا المنظومه سواء النظام الغذائي والنظام العلاجي بدون احتياج للرياضه. دكتور، بدي اسالك عن موضوع وخاصه عند الصبايا والسيدات مع الدوره الشهريه غالبا بيزيد الوزن او بيتنفخ الجسم وبيصيروا بحسوا انه قياسهم زاد وخاصه تحديدا فتره الدوره الشهريه، خبرنا اكثر عن هذا الموضوع وكيف ممكن السيدات تحديدا خلال فتره الدوره الشهريه يقدروا يحافظوا على ثبات وزنهم. بص، هي مش بيحافظوا على ثبات وزنهم، خدي بالك لان كمان السؤال ده احنا بنساله كتير في المتابعه، اما بيجي مثلا بيصادف ان في الفتره دي معدل الميزان تقولي طب هي المفروض هتزودني كيلو هتزودني 2 كيلو. عايز اقول في ناس بتزيد كيلو، في ناس بتزيد 2، ناس بتزيد 3، ناس بتثبت، ناس بتقل، هي ملهاش قاعده يعني من شخصيه لشخصيه بتختلف، وهي القصه كلها ان الجسم بيكون فيه زياده في الميه لان بيكون طرد الميه في الفتره دي ضعيف في الجسم او السيستم بتاعه ما بيكونش مظبوط، فهي فتره تنفيخ زي ما انت كنت بتقوليها دلوقتي او احتباس للميه السوائل داخل الجسم، ملهاش علاقه بالميزان. مش معنى كده ان انا ما خسيتش، احنا بنوزن في الفتره دي ساعات مع الحالات بخليهم يوزنوا عشان نتعرف على طبيعه الجسم خلال الفتره دي بيبقى عامل ازاي نبني عليها بعد كده، ولكن بنكمل على نظامنا الغذائي ونظامنا العلاجي بشكل طبيعي جدا وما بنعملش اي اختلاف في النظام اللي احنا شغالين بيه. دكتور، قبل ما نختم اليوم انت مقدم عرض كتير حلو لكل مشاهدين برنامج دكتورز واللي حابين انهم يخسروا وزن ويحصلوا على الرشاقه وباسهل وافضل وامن الطرق، خبرنا اكثر دكتور عن العرض. طيب، هو يمكن عشان زي ما قلت احنا بقالنا حبه مش موجودين فقلنا في ظهورنا مع الدكتورز ان احنا نقدم حاجه مميزه لجمهور دكتورز، فهيكون في خصم 25% خلال الاسبوع ده بالكامل لكل حد هيتواصل معانا يقول لنا بس الدكتورز واحنا هيحصل الخصم على طول. لهيك لكل المشاهدين يلي حابين يستفادوا من العرض اتصلوا على الارقام يلي عم تظهر باسفل الشاشه ولحقوا العرض لحتى تحصلوا على وزن مثالي وتعيشوا برشاقه. بالختام بدي اتشكرك كثير على وجودك معنا دكتور رامي على كل النصائح والمعلومات والعروض الحلوه اللي قدمت لنا اياها، شكرا كثير، شرفتنا ونورتنا. شكرا. مشاهدينا، فاصل كتير صغير وراجعين، ما تروحوا لبعيد.